الفصل اللي شفناه ده عن الصناعات الدفاعيه، معرض ايديكس للصناعات الدفاعيه. اللفت نظري في هذا الفيلم الحقيقه انهم كانوا بيتكلموا عن ان احنا قادرين، نحن قادرون على ان احنا نعمل عدد من القطع، قطع التسليح سواء كانت البحريه او غير البحريه بشكل رائع بايادي مصريه خالصه بنسبه 100%. في المعرض ده بيعرضوا فيه الصناعات الدفاعيه على مستوى العالم كله، ومن ضمنها الصناعات المصريه العسكريه او الصناعات الدفاعيه. اللفت نظري في ده هو قدره الصانع المصري على انه حتى وقتنا هذا انه هندسيا وبنائيا قدر ان هو يعمل كل انواع التسليح واحدث على الاطلاق في العالم بصوره لا يتصورها احد، والمعرض اعتقد يعني خير دليل على كده. ايه اللي بيخليني اقول كده؟ عشان الفقره اللي هتكلم عنها دلوقتي عن ام حتب. ام حتب هو الحقيقه عالم من علماء الهندسه، وهو فنان من فنانين مصر الحقيقه القدامى، وليه متحف، والمتحف ده تم افتتاحه الحقيقه مؤخرا. هو كان تم غلقه للتطوير من حوالي سنه ونص، لكن تم افتتاحه الحقيقه مؤخرا. ويمكن مين هو ام حتب المصري جدنا القديم؟ مين هو ام حتب اللي احنا جيناتنا موجوده فينا من ايامهم ومن قبليهم كمان كمصريين؟ هنعرف كل التفاصيل دي من خلال لقائنا مع ضيفي الكريم الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف ام حتب. اهلا بيك معنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اسمه صح كده ام حتب؟ اي ام حتب او حتب. اي ام حتب. اي ام حتب او ام حطب باللفظ الدارج. الذي جاء في سلام او القادم في سلام، ده معنى الاسم. ده معنى الاسم. مين ام حتب؟ شخصيه لا يعرفها الكثيرون. شخصيه عاشت في عهد الملك زوسر، ممكن نتكلم على 2650 قبل الميلاد في الأسرة الثالثة. شخصية من عامة الشعب، جاي من منطقة اسمها عنخ طوي في منف، اتربى في بيت الملك، مهندس ابن مهندس. أبوه كان كانيفر، وده كان مهندس معماري، اشتغل كمهندس معماري في عهد الملك خاصي خموي آخر ملوك الأسرة الثانية، وورث ام حطب المهنة من أبوه. علشان كده الراجل دوت كان ليه معزة خاصة جدا عند زوسر، اداله صلاحيات كبيره لدرجه انه خد لقب تحت راس الملك، النائب نائب الملك او رئيس الوزراء، وخد 20 لقب، منهم كبير كانت عن شمس، كبير النحاتين، الامير النبيل. كل الالقاب دي خدها، تمام، بصفته ان هو كان قريب جدا وكان عبقري. الراجل ده بقى ايه عبقريته؟ انه قدر يحول العماره النباتيه الى عماره حجريه، لان المصري القديم كان بيستخدم حاجه اسمها العماره النباتيه، طوب اللبن، الخوص، انه جذوع النخيل في تشييد الاكواخ والمعابد بتاعته. لكن قدر ان هو يجعل يحول يعمل ثوره معماريه، منه يحول من العماره النباتيه الى العماره الحجريه. ولما جه عمل مجموعه الهرميه بتاعه الملك زوسر، عملها على شكل جذوع النخيل والنباتات، تاثر بالبيئه والطبيعه اللي كان عايش فيها، لكن الشكل نباتي لكن الملمس حجري. ده بقى عظمه وقدره ام حطب. الرجل ده تم تأليهه بعد وفاته بألف سنة، وأصبح إلها للطب مثل أسكليبيوس إله الطب عند اليونانيين. الرجل ده كان بيقدمه، فضلت سيرته موجودة لغاية العصر المتأخر. وبقى ليه مقاصير عبادة في معبد فيلة ومعبد إدفو، وكمان في أحد المقاصير في معبد حتشبسوت. يعني ما جبناش جيناتنا من بره، جيناتنا القادرة على الإبداع والهندسة والبناء واللي بنشوفه في المعارض المختلفة وفي انتاجنا المختلف كمصريين. بالظبط. مش من بره يا فندم. يعني بالظبط. كلمني عن المتحف نفسه ومقتنيات المتحف. متحف ام حطب كانت فكره جميله. كان في عالم فرنسي اسمه جان فيليب لوير. الراجل ده عاش في مصر 75 سنه، وكان بيعمل حفاير وترميمات في هرم زوسر، فكان نفسه يعمل متحف يضم المقتنيات بتاعت سقاره. للاسف هو مات 2001، ما شافش المتحف وهو بيتفتح. تم افتتاحه سنة 2006، تمام، وكان ده أول ظهور ليه. المتحف ده سمي متحف ام حطب نسبة إلى المهندس ام حطب، لكن المجموعة الأثرية اللي فيه مش لام حطب بس، لمجموعة لآثار سقارة بشكل عام. المتحف أغلق 15 مارس 2022 لتطوير البنية التحتية بتاعته وتحديثه، لأن لما توليت المهمة في آخر 2020 لقيته أن المتحف محتاج تطوير أكتر. عملنا طبعا مشكورة المجلس على الآثار ووزارة السياحة الآثار في دعم المشروع، وقدرنا الحمد لله خلال سنة ونص أن احنا
قدرنا ان احنا نعمل متحف ذو معايير متحفيه قياسيه. لكن احتفظت بنفس سيناريو العرض. احتفظنا بنفس سيناريو العرض واضفنا بعض الاثار وجددنا في نظام العرض المتحفي اللي هو الاضاءه. تمام. وعملنا معمل ترميم جديد ما كانش موجود. يعني حدثنا المنظومه الكاميرات الامنيه. حدثنا كل شيء في البنيه التحتيه. جعلناه متحف ذو معايير متحفيه مختلفه. وطبعا في رسومات كمان على الحيطه حاجات جميله جدا. وعندنا مقتنيات بقى نادره جدا 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 مش هتلاقيها في اي متحف خالص. طب دي انا هعرفها بعد ده. ايه السيناريو المختلف؟ مفيش سيناريو مختلف. هو اضاءه العرض اختلفت. الاضاءه نوعيه جوده الاضاءه اختلفت. السبوت الطرق الطريقه نفسها والاضاءه على نقاط معينه ديت اللي كانت مهمه جدا ان احنا نبرز حداثه العرض. بالظبط بالظبط. تمام. تقنيه بتاعه العرض. يعني ايه بقى المختلف في المتحف مش موجود في مكان؟ المتحف ده فيه 289 قطعه. اضاف له معرض مؤقت. سياده الدكتور الامين العام لمجلس الاثار أضاف معرض مؤقت من لسه قبل افتتاح تقريبا بيوم. وإحنا عندنا دلوقتي معرض كتير جدا. أهم القطع النادرة لما جيت نقى بعناية عندنا خمس ست حاجات ماستر بيسز حاجات أساسية. أولا هبدأها أقدم مومياء ملكية محنطة في التاريخ أو في مصر، عشان ما بقولش التاريخ أنا أقول في مصر. دي ترجع للملك ميري إنراع رابع ملوك الأسرة السادسة في الدولة القديمة. لأن المومياوات اللي اتنقلت في متحف الحضارة دي مومياوات دولة حديثة في الأسر 18 و 19 و 20. إنما الموميا اللي عندي بتاعت ميري إنراع دي ترجع للأسرة السادسة قبلها بكتير. فجودة التهنيط مختلفة. جاستن ماسبيرو سنة 1881 دخل الهرم بتاعه لقى الموميا يعني خارج التابوت وعلى الأرض وإيه على الأرض وملفوفة بكتان أحدث من الكتان بتاعه. ده معناه أن تم إنقاذ هذه المومياء كانت في مكان ورجعت تاني. طبعا المومياء دي محتاجة دراسات كتير لكن دي مومياء نادرة جدا جدا جدا. عندنا جبنة قريش متحنطة. جبنة قريش. جبنة قريش متحنطة محتفظة بكفائتها. يعني طبعا مش هينفع تتاكل بس هي جبنة محطوطة في لفائف كتان في قدرة من الفخار. دي موجودة. عندنا دوم متحنط. لا ثواني بس ثواني. ازاي الجبنه دي وما فسدتش؟ لم تتعفن على مر السنين. لم تتعفن. مفيش ثلاجه يعني ازاي؟ الناس دي عندها قدره على وضع مواد حافظه للاكل. كان بيحنطوا القرابين. دي بيعتبروا الطعام ده هو نوع من انواع الطاقه التي يكتسبها المتوفى في العالم الاخر. حتى يكون الروح بتاعته بتوصل الطاقة دي إلى القرين بتاعه في العالم الآخر. فعلشان كده لازم يتحط له قرابين سواء كتابية صيغة سحرية تتقري عشان تتحول لقرابين حقيقية أو يحط فعلا أطعمة. فالمواد الحافظة اللي كان بيحطها هي على فكرة الجبنة دلوقتي كانت يعني تحس اللي هي عاملة زي الجير. لا طبعا تمام. مواد كالسية الرطوبة اللي فيها بزرق. بزرق المية. لكن طبعا محتاجة دراسة عشان نعرف المواد اللي حطها. لكن بتشوفها محتفظة بشكل كتل الجبنة. عندنا الدوم. عندنا أقدم أدوات جراحية طبية في التاريخ. دي لقوها تحت راس طبيب اسمه كار في الأسرة السادسة. الراجل المصري القديم كان بيعمل إيه؟ لو بيشتغل مهنة يحط حاجته تحت معاه بيفتخر بيها. شغال نجار يحط أدوات النجارة. شغال حداد أدوات الحدادة. شغال طبيب يحط أدوات الجراحة معاه. وعندنا بقى حاجات كتير من جه. عندنا كمان تمثالين لحكيم اسمه بتاع حطب. الراجل ده على فكره كان وزير وحكيم في عهد الملك جيت كراعي سيسي في الاسره الخامسه. الراجل ده عمل حكم للزوجه والمراه. فقال للراجل ايه؟ اذا كنت كفء فاسس بيتك وكن ضاحكا امام زوجتك فان المراه المثمره حقل مثمر. المراه الجيده حقل مثمر لزوجها. واتكلم باستفاضه عن الحياه الزوجيه والمراه والكلام ده كله وبر الوالدين. ده الحكيم بتاع حطب. انا التمثالين بتوع من خشب موجودين في متحف ام حطب. عندنا لوحه اسمها لوحه المجاعه بتحكي ناس بدو اسويين وضلوعهم باينه بسبب الجوع. ودي كانت في الطريق الصاعد للملك اناس. بيقال ان الملك اناس ارسل احد القاده في رحله الى سيناء فوجد هذا البدو في حاله مجاعه فارسل بكرمهم. ده بيدل سجل حدث انه اكرم الناس اللي جايين من اسيا لان في تغير مناخ. فهم كانوا هربانين من حاجات كتير جدا جدا عشان يلاقوا الاكل والشرب في مصر
وعلى فكره عندنا حاجات كتيره جدا 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 خاصه بوفود الاجانب بسبب الخير اللي كان في مصر. كان بيجوا يطلبوا الخير في مصر هنا طبعا عندنا نقوش في سرابيط الخادم في سيناء لناس اجانب سجلوا اسمهم ان هم جايين يشتغلوا عمال في المناجم والمحاجر وكانوا حابين يشتغلوا في مصر هربانين من بلادهم من حضارات تانية مش شرط مش افريقيه فقط لا ده اسيا وغرب وليبيا وكل الاماكن كل القبائل ديت واسيا كمان وكل ده موسع طبعا ده. طبعا جميل لا انا بقى كزائر لما ابقى حزور المتحف ده هل في لوحات بتحكي القصص دي ولا لازم يكون معايا مرشد هو اللي يحكي لي التفاصيل دي لكل لوحه او كل حاجه معروضه بص حضرتك في بطاقات عرض موجوده وفي حاجه اسمها لوحات تفسيريه موجوده في المتحف بطاقات العرض فيها مختصر للقصه لكن حضرتك لو في زائر عندنا طلب انه يتشرح له احنا عندنا امناء متحف مدربين هم يشرحوا للناس دي احنا عندنا زيارات من جامعات مختلفه وقمنا بشرح ليهم باستفاضه لكل المعلومات اللي في المتحف على فكره عندنا كنوز معلوماتيه يعني عندنا استراقه عباره عن قطعه حجر عليها ارتفاعات منحنى معماري المنحنى المعماري دوت من اول نقطه لغايه اخر نقطه بعلامه القياس اللي هي المح والمح عند المصري القديم هي الذراع والذراع بيساوي 52 سنتي فجايب لك مقاسات ارتفاع الحيطه او الجدار على حد استراكه قد كده وعاملها بالحبر الاحمر العبقريه انه كان بيرسم سكتش وبلان قبل ما يعمل العماره وده معناه انه كان بارع جدا في علمه علمه كان واسع جدا قبل ما يعمل اي عنصر معماري يعمله بمقاييس دقيقه جدا 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 ولو حضرتك جيت سقاره او جيت متحف يعني هتشوف حاجات اجمل واجمل دلوقتي المهندسين عشان يعملوا حاجه زي كده عاوزين برنامج الاوتوكاد وهات لي مش عارف ايه وفيلم وتخش على الكمبيوتر والبرنامج ده تمنه مش عارف ايه عشان احنا كنا بنعمله بمنتهى البساطه بمجرد الخيال والفكر والادوات اللي بنرسم بيها ايه الروعه دي بالظبط شعورك بروعه المكان اللي انت فيه مهم بالزبط. انت كمدير متحف وحاسس بقيمة الحاجة الموجودة ممكن يقول لك مدير المتحف ده مش لازم يكون تكنوقراط أنا أجيب لك أي إداري الإداري عنده القدرة أنه يدير أي حاجة أنا أجيب واحد متخصص ليه يدير متحف أنت فاهمني طبعا بالضبط تكلمني عن أهمية إدراك مدير المكان لأهميته بص حضرتك أنا طبعا بشكر رؤسائي على ثقتهم فيا لأن المتحف كان أولا في منطقة سقارة كان تابع للقطاع الأثار المصرية أصبح إلى قطاع المتاحف وطبعا المتحف كان جزء من المنطقة الأثرية لكن الفكرة كلها أن كلمة مدير الناس واخدة فكرة مدير أنه إداري وروتيني أنه بيكتب ورق بيكتب جواباته بس لا المدير ليس فقط إداريا المدير فقط لازم يكون كمان فنيا وعلميا أنه يقدر يتواصل ويقدر يطور ويقدر يحدث من المنظومة المتحفية دي مهمة جدا وطبعا رؤسائي في العمل وقطاع المتاحف بيدعموا الشباب في الموضوع ده يعني أنا إحنا حضرتك هتلاقي معظم المتاحف هتلاقي اللي ماسكهم شباب تمام متوسط العمر فهم دلوقتي في طاقة إيجابية في روح المتحف ده تمالي بقول لهم إيه هي نافذة بين الماضي والحاضر المتحف نافذة هو تراثنا يا إما تدخل تستفيد وتشكر فينا يا إما تمشي وإنت متضايق مننا فإنت تعرف جذورك منين من خلال وجودك في هذا المتحف المتحف ليس جدران لكن روح روح بتبقى بتنتقل من العاملين فيه إلى الزوار اللي بيزوروا وإضاءة العرض والحالة اللي بعيشها قدام التمثال أو الأثر الموجود قدامي بينقلني قرون إلى الماضي أنا بشكرك جداً أرجوك استمر في الروح الجميلة اللي بتدير بيها المكان ويعني عشقك للأثار بوجه عام كخبير وعالم أثار شاب جميل واعد أتمنى إن شاء الله في المستقبل نشوف حاجات أكبر وأكبر لحضرتك كمدير للمتاحف المصرية أنا اللي بشكر حضرتك على الفرصة أنا اللي بشكر حضرتك على الفرصة الجميلة دي والحوار الجميل مع حضرتك وبدعو كل الناس المشاهدين إن هم يجوا يزوروا متحف الحطب هيلاقوا كل خدمات متوفرة إن شاء الله بإذن الله شكرا دكتور ممدوح فاروق مدير متحف إيم حطب الجديد واللي تم افتتاحه مؤخرا وبشكر حضراتكم الحقيقة على حسن المتابعة لمصر جميلة أرجوكم دائما ابقوا معنا شكرا لكم كان معكم أحمد عبد العظيم